بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع ووفق به واطل عمره وفق امرك يا رب العالمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: رواه الفرقان رد اليامته. وواو نثر الضم رد اليامته والفي لام الفعل من قبل تاء تقلب الياء واوا اذا وقعت لام الفعل. هذا عميد بالشرطه. تقلب الياء واوا اذا وقعت لام الفعل وكانت مسبوقه بضمه، واكثر ما يقع هذا في التعجب، فتقول في التعجب من رمى، تقول رموا والرجل زيد، ويقل ان يقع في الصيغه العاديه، وقع في نهو صار ذا نهي العقل، ليس تعجبا. انا اقول وواو نهر الضم رد لي متاء الفي لام فعل، هذه الصوره تقلب فيها الياء واوا اذا وقعت لام فعل وكانت مسبوقه بضم، أو من قبل تاء كتاء بان من رماك مقدورة، كذلك إذا وقعت عينا لمثال مقدورة من الرمي مرمو حصنت التاء من أن تكون طرفا، حصنت التاء من أن تكون طرفا، لأن الكلمة بنيت عليها، الكلمة تبنى على التاء، تكون الكلمة لا معنى لها بدون التاء، مثل علاوة وهداية، وحدث التاء لا يبقى للكلمة أي معنى، بخلاف استخراجة، الكلمة لم تبنى عليها استخراج، أتيت بالتاء لإفادة معنى أول مرة. كذلك هنا مرموة، التاء هنا بنيت الكلمة عليها، لا يقال ليس في اللغة العربية اسم معرب آخره حرف علة مسبوق بضمة، لأن الياء هنا الواو هنا ليست أخيرة بعد التاء، بنيت الكلمة عليها، التاء حصنت الياء من أن تكون آخرا، وذلك سهل قلبها واوا كتاء بان من رماك مقدرة، إذا بنى شخص من رما مقدرة من مادة رمى يقول مرمو، كذا إذا كسبعان، كذلك لو بنيت من رمي على مثال سبعان، التاء حصنت الواو من أن تكون آخرا، ما بالك بالألف والنون وما أقوى، فتقول رموان لسبعان من الرمي، تقول فيها رموان، إذا هذا موضع ثالث تقلب فيه الياء واوا، وكلها أساسها أن الياء ضم ما قبلها فسهل قلبها واوا. الصورة الأولى قوله والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب، إبدال واو بعد ضم من ألف، تبدل الواو من الألف إلى ضم ما قبل الألف كقوت لوري، ويا كموقن في ذا وهو قلب الياء واو، إذا وقعت ساكنة مفردة في مفرد وقبلها ضم مثل موقن وموسر، ثم أشار إلى أنها إذا كانت في جمع تقلب تصح الياء، تقلب الضم وكسر تصح الياء، وذلك في نحو أهيم إذا جمع تقول هيم، وأبيض تقول فيها بيض، ثم استطرد لأماكن أخرى تبدل فيها الياء واوا، وهو قوله واوا نثر الضم رد الياء متاء الفي لام فعل، أو من قبل تاء كتاء بان من رماك مقدرة كذا إذا كسب عنه، إذا كانت التاء طارئة لإفادة الوحدة مثل توانا مثل تكاسل تقول فيها تكاسلا، توانا تقول فيها توانيا، ثم جاءت التاء لإفادة الوحدة توانيا، لم تبنى الكلمة عليها بل بنيت الكلمة قبل مجيء التاء، وإن تكون عين لفعل وصفا، إذا كانت الياء عين لفعل وصفا فذاك بوجهين، أن رأيت الزنا وأن الزنة فعلها اجعلها واو، تقول في أنثى الأضيق الضوق
والكس الكوسة والأخير الخورة، هذا كانت في وصف ومفهومه أن إذا كانت في السمنت فإنها تبقى تعلل قول واحد لأنها في السمنت مثل مقدورة من الرماء فهي في السمنت ليس وصفا، ولك أن تراعي موافقة التأنيث للتركيب فتقول ضيقة وخيرة وكيسة، هذا ما قاله ابن مالك وهو رأي جيد، قال كذلك كذا وإن تكون عن الفعل الوصفة فذلك بالوجهين بقاء الضمة وإعلال الياء واو، وقلب الضمة كسرة وصحة الياء خيرة. قالوا أمنوا اللبس لأنه لابد أن تعرف أن هذه فعلا وصف وأنها منقلبة أنها ياء، لأنه ليس في العربية وصف على فعل لا يوجد ولا على فعلان، فعلان وفعلان. قالوا هذا ما قاله ابن مالك، وقيل له ابن مالك الأمر ليس كذلك، الصفة المحضة ليس فيها إلا قلب الضمة كسرة لأنها صفة ليست اسمها صفة، وليس فيها سمع منها كلمتان قسمة ضيزة أي جائرة أو ناقصة ومشية حيكة يهتز فيها المنكبان، هذه ليس فيها إلا قلب الضمة كسرة وتصح وتسلم الياء، وسمع منها رجل كيصا ينزل وحده ويأكل وحده سمعتها. وما الصفات الجارية بدل الأسماء فهي كالأسماء تبقى الضمة بحالها وتعل لا أواو مثل خورة وكوسة، قال هذه صفات محضة، الصفات ليست محضة أي جارية بدل الأسماء. ما معنى جارية بدل الأسماء؟ معناها تعمل فيها العوامل اللفظية لا يقدر جريانها على موصوف، الصفة المحضة كالصفة التي انخلت مثل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الآن ليس الصفة انخلت عن الوصفية صارت اسما لا يقدر الجريان على الموصوف، بخلاف نائم يقول تبرز بنائم تقدر الجريان على الموصوف ويتحمل ضميرا ويبرز معمولها، تقول مرت برجل نائم أبوه، لكن لا تقال مرت برجل محمد أبوه، لا يقال هذا، هذا اسم صار اسما جامدا لا يتحمل ضميرا وتعمل في العام اللفظية ولا يقدر الجارين على موصوف. وإن تكون عن الفعل وصفة فذاك بالوجهين. يقول محمد بن حاتم السختياني في كتابه القراءات يقول قرأ علي عربي في الحرم قال مرحبا طوبى لهم وحسن مآب السلام، طوبى لهم وحسن مآب، قرأ هكذا قال طيبى، قلت له طوبى، قال طيبة أكثر علي، قلت له طوطو، قال لي طيطي. يقول ابن جني رحمه الله نبى طبع العربي عن ثقل الواو فلم يقبل التلقين، قال طيبة، قال نبى طبع العربي عن ثقل الواو ولجأ إلى الياء ولم يقبل التلقين، التعليم هو رجل علامة في القراءة محمد بن سختياني، وإن تكون عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى.